السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على وزير سابق، وزير اللي كان ما كانش في راسه باللي يكون وزير شبيبة ورياضة. برناوي هذا ما كانش في راسه تقسي فاميلته، تقسي جدوده، تقسي يقول لك ما كانش ناويها كاع. هذا الوزير، هذا وزير برناوي السابق وزير الشبيبه والرياضه، ما كانش في راسه. نعرفوا باللي الظروف، الوقت والحظ جاء في الجزائر، والظروف حطوه وزير، الظروف حطاته وزير. ونعرفوا باللي برناوي داره كسموه بيراف، هو اللي حطه جاره من حطه، درناها نهار الاول ميسرات. اليوم اصبح يدافع مازال. انا علاه نقول لكم باللي يودي راه كاين كلون، كاين تحالف ضد هذا الوزير الشبيبه والرياضه، خاطر هذا برناوي فاني خايب من المحاسبه، كاين بزاف امور صراو. خاطر هذا برناوي كان مع الهادي ودعلي، الهادي ودعلي هو اللي جابه، خاطر عملوا عليه يقولوا لي او برناوي جا مر من العصابه دخلت الحبس. يا ودي كان مع جاب هذا برناوي جابه الهادي ودعلي، هذا برناوي جابه الهادي ودعلي، هذه باش يكون كان امين العام تاعه وقيلا ما عرفتش تاعي. وكاين لي فاكتير، كاين بزاف صوالح لي زوتيل، كاين بزاف صوالح. دروك هذا هما الناس هذولا نايضين ضد هذا الوزير، الوزير سيد علي خالدي، علاه منايضين ضده؟ منايضين كاع، منايضين خايفين من المحاسبة. هذه هي وين جاي دافع اليوم على الاتحادية، هذه جاي دافع على الاتحادية، جايين باغين كما قالها خطرة عمي حسين جنات، شا قال لهم؟ قال لهم يوجدوا لتزوير تاريخ، قالوا يوجدوا لتزوير التاريخ، كيما نهار بالقايد هذاك الماناجير اللي كان زاتشي، هو يحطو ماناجير ويعطي ويقول له دي ويعطيه 4 جوار 5 يبيعهم له. شا كان يدير كيما نهار هذاك اللي قلت لكم عليه دروك اسماوتهم، ماشي برناوي، بالقايد، قال لهم زاتشي كوب دافريك تقعد تخدم عليه 30 عام وحدة أخرى، تما ندو وحدة وخلوها زتشي، وحدة تاع ماجر من تما 20 عام 30 عام فانيك، زيد 30 عام تاع زتشي، 30 عام تاع ماجر نجمة 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 نجمة، و 30 عام تاع زتشي فانيك، زتشي زتشي زتشي. يبغوا يغيروا التاريخ، يبغوا يزوروا التاريخ. غايضتهم باغي يبغاو يدخلونا في ريسانا هذاك للاعلام، هذه القنوات، قنوات العار، الجنابه، هذه القنوات تاع الجنابه تغيرت السلطه، قالوا بلعوا فامكم، حشاو لهم وصحابهم واحبابهم كاع راهم في الحباس، كانوا يعايروا وراكزين، كانوا ما يعايروا وراكزين. صح اليوم صابوا الجنحين ما عندهمش، تريشوا، هذه قناة الهداف تريشت، حبابها قاع في الحباس، قناة النهار راهم في الحباس، قاع تاع طاحكو تاع حداد قاع راهم في الحباس، باش يكون على بالكم. اليوم هما باغي خاطش على هذه القنوات باغي تعقلوا، دخلونا في ريسانا باللي زتشي فات الذهبي، دخلوا لنا في ريسانا، دخلوا للناس باللي المدرسه الاسبانيه غادي ننجحوا معاها، جابوا الكراس غادي ننجحوا. من بعد دخلوا لنا في ريسانا، دخلوا للناس في ريسانا باللي ماجر ود بلاد ويقضب ليكيب ناسيونال وماركا بايرن مينيك. حنا كنا نقولوا له ما تهضرناش كلاعب، عطونا الستاتي تاعو كمدرب، ولا يقول لك لا ماركا بايرن مينيك، ماركا بايرن مينيك وماجر ينجح. ومن بعد ولاو ما يهضروا الناس على التاكتيك دو جو، ولاو يقطعوا في الجوارة، قال لك يردوا رجليهم وناسين بلي ماجر بلي خطة، مالوش يهضرنا على الخطة تاع المدرب ولا الخدمة تاع المدرب، ولاو يهضرونا على الجوارة بلي يردوا رجليهم. حنا اليوم نمدوا
هذا شهدر ذا برناوي اسمه معنا اجحف، انا نقول من الاجحف وانا نسمي هذا اجحف باش ما نقولوش يعني تسمية اكثر من هذايا، ونقول للناس هذوما الله يهديهم، خاصة في هذا الظرف الصعب وين لازم يطلب الصدق والنية والاخلاص تجاه بلدنا العزيز. يعني حبس هنا نمركي لك بنت، هنا برناوي نمركي لك بنت، مي كنت تخرج علينا تقولنا زدت شي شرعي، انت كنت حاضر في الفوط؟ انت كنت حاضر في الفوط؟ مي قلت لنا زدت شي جاب زدت شي جاب بالماضي، انت كنت حاضر معاهم؟ مي كنت تكذب علينا تقولنا باللي زدت شي غادي يترشح رئيس اتحاد افريقي، وين راهو؟ وين راهي؟ قلت لنا رئيس غادي يترشح، قلت لنا غادي ندفعوا غادي ننظموا كاس افريقيا هنا في الجزائر، وين راهي؟ قلت لنا لي ستاد فيفري جونفي لي فات قلت لنا يكونوا واجدين، وين راهم؟ وين راهم هذو الصوالح؟ وين راهم ذو الصوالح؟ انت جيت في 3 شهور ولا 4 شهور ربحنا كوب دافريك، قلت بلي انايا كنت مساهم فيها، كنت مساهم فيها، انت باغي نجبدوك انت ونجبدو زاتشي ونجبدو يا ودي لا. ناس تغالطك الوزير جبد اللعابة وبالماضي، الرئيس الدولة جبد اللعابة وبالماضي، انت شاك باغي؟ باغي نجبدوكم انتوما فهاديك؟ انت على انت يا تاع نهالي انت دخلت روحك في صوالح كاع مكاش، نهالي قالوا البوداوي تحلبت خرجت انت قلت لهم سوف يدفع الثمن غالي، هذا وين هذا اللي يدفع الثمن غالي؟ هيا وريهولنا، انا نطالب فيه، وريهولنا شكون هو؟ الصدق والمصلحة ومنا ومنا، مصلحة تاعكم، مصلحة تاعكم، واللي تنيغوسي باش تكذب لابسية. وليت نيكوسي باش تزيد تقعد في الوزارة، الخدمة اللي خدمتها انت روحت قلعت منشآت ورديتها تاع سيوفة، قلعت منشآت ورديتها تاع سيوفة، بزاف صوالح درتهم، انت دوكاك خايف من الوزير، هذاك خايف من الوزير يفتح دوسيات تاع المحاسبة، راكم تحوسوا بيتوخروه قدام لا يبدا في المحاسبة. الطرف الخاص بما انه انا نسميك ما احنا نتكلموا في الرياضة، الرياضة في تاريخ الألعاب الأولمبية وقتاش تأجلت الألعاب الأولمبية ولا ألغت في الحرب العالمية الثانية، هذا من الحرب العالمية الثانية عمرها ما تلغت الألعاب الأولمبية إلا في هذه الفترة، هذا يدل أن العالم بأسره هو في حرب ضد هذا الوباء. احنا كجزائريين باش نتكاتف ونحاول أن نضم يعني مجهوداتنا خاصة نتكلم رياضيين باش نخرجوا من هذه الجائحة بسلامة وفي أقرب وقت. انا نظن الناس لا سامحهم الله بما انه ربي عز وجل يحب هذه البلاد، بما انه هذه بلاد شهداء، بلاد مليون ونص مليون شهيد يا عز وعندها مكانه عند ربي. ايوا مزيه على بالك انت في وقتك في تونس حطوا الاعلام هذا تاع الجزائر في الارض ورفدوا اعلام غير تاع الاعلام تاع الجزائر، انت في وقتك وما درت والو وضربت النح، انت في وقتك حمد احمد مستعد الاعلام تاع الجزائر انت دخلت نورمال تمدلو في الخمسه تقزع قال لك الاعلام تاع بلادك وقف استعد تامي تخرجوا باش تولوا تهضروا الصح. من خان هذا البلد من بعيد ولا من قريب ستصيبه لعنة الله ولعنة الشهداء. انا نقول هاد الناس هادو ما الله يهديهم، ما انه ان احنا رانا فيما نقول لك رانا في محنه ضد هذا الوباء، وناس لا سامحهم الله كما نقول لك بداوا يتقاسموا الغنائم كانه الحرب خلصت، لا هذا انجاز تاريخي. كيفاش؟ الانجاز اللي قامت به الجزائر الاتحاديه ممثله. شت كيفاش تاع تقاسم الغنائم؟ هاك تشوف كيفاش؟ قال لك والحرب هذا وين بدات؟ والله العظيم هدره يقيس فيها غير الوزير، والله لما متحدين تحالفوا كاع الاتحاديات وكاع اللي داخل في الفساد الرياضي راهم متحالفين ضد الوزير. هي المخول لها انه تسير اللعبه. انا ذاك كان فريق مسير اللي نحيوه على هذا الانجاز العظيم، اما المنافسين اللي حابين عندهم طموح ولا عندهم برنامج باش يقدر والله ما يجبد بالماضي طموح مشروع لكن ما يجبدش بالماضي، ما يجبدلكش بالماضي. سمعتوه حلوا الهضره مليح مليح فهمين الاول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي يرأسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تيار زاد شي انت 1000 قطار، لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تيار زاد شي انت 1000 قطار، زاد شي انت 1000 قطار،
زاد شي يدي 1000 هكتار، زاد شي يدي 1000 هكتار، يدي 1000 هكتار في الرشايقة، في المنطقة اللي تتسمى الرشة وام الزبوج، الرشة وام الزبوج. الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي هاهم وين يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.